السلام عليكم أصدقائي، اسمي عبد الرحمن، مولد 1992 من بغداد، خريج علوم حاسبات، أعمل كمبرمج في شركة أنتون بار أبليكيشن كودينج. عملي يمهم هاي الشركة في غراس في النمسا، أسكن مع عائلة نمساوية في مدينة شتايرمارك، وحاب أنقل لكم تجربتي في النمسا يا أصدقائي. فتعلمت اللغة الألمانية خاطر أقدر أتحاور ويا الناس اللي عايش وياهم، وبصورة عامة مع الجيران خاطر أبني نفسي في هذا البلد. عدلت الشهادة العراقية خاطر تنفتح الكثير من الأبواب، فدخلت عدة دورات، فمن ضمنها كانت هي دورة الإسعافات الأولي في الصليب الأحمر في النمسا. كملت هذا الكورس، طبعا كان باللغة الألمانية، بديت أنه أترجم المفردات باللغة العربية خاطر أفهم عليها وتكون واضحة، ولأن المفردات الطبية صعبة جدا وباللغة الألمانية، فلابد أن الواحد يكون يفهم عليها، وأيضا أنه أنت حامل مسؤولية في إنقاذ حياة المواطنين والناس اللي بالنمسا. طبعا نحن الآن في جائحة كورونا، طبعا أصبحت كل الشركات تنقلت إلى أعمالها إلى الهوم أوفيس، الأعمال بالمنزل اللي تقدمها من خلال الإنترنت. ونفس الوقت بعد ما أكمل عملي إنه أنا موجود وفعال على منصات التواصل الاجتماعي، على إنستغرام عندي هناك تصاوير عن الطبيعة اللي موجودة في النمسا، وأيضا إنه أشرح البرامج التعليمية في الهاتف والكمبيوتر. طبعا أيضا قدرت إنه أبني صفحة خاصة بي على الإنترنت، ومن خلال إنه شراء دومين خاص. استخدمت الخبرة بالبرمجة وبرمجت لي صفحة كاملة، ويب سايت بيها تصاوير الفيديو، فيها مواضيع بلوج ارتكل، مقالات علمية، وأيضا برامج تطويرية، ونقدر من خلالها نخدم الناس بيها. النمسا بلد جميل مليان بالطبيعة، يوجد به مناظر كثيرة خلابة تسحر العين، فأنا دائما أخذ الكاميرا مالتي وأتنقل وأخذ بعض الصور عندما أزور المناطق، وأيضا نفس الوقت أزور بعض الأصدقاء والعوائل النمساويين وألتقي بهم، ونشرب معهم الكافيه ونتحدث ونتبادل الثقافات. وأيضا لعبت كرة قدم لنادي المدينة اللي أنا ساكن فيها، نادي هايم شو. طبعا أيضا مشتاق للأهل والأصدقاء والأقارب، بالرغم من أن الغربة هي صعبة، بعيد انت عن اهلك، ولكن لازم تأمن مستقبلك وتطور من حياتك، لانه انت لازم تثبت نفسك في الحياة وامكانيتك وقدرتك. شكرا لكم. وياي عبد الرحمن الان ينضم الي في هذا المساء بالبرنامج. اهلا وسهلا بك عبد الرحمن من النمسا، مو صحيح؟ انت الان بالنمسا. حياك الله استاذ صباح، حياك الله. احب انه اشكركم واشكر كادر قناة الفلوج على الاستضافة الجميلة ونقل تجربتي على شاشتكم الكريمة للمتابع الكريم. حياكم الله، أنا الآن حاليا في النمسا. أشكرك جدا عبد الرحمن، احكي لي بالبداية شلون تلقيت الخبر لما جاوبتك شركة معروفة عالمية في النمسا، يعني شلون تلقيت الخبر لما والله قالوا لك أوكي إحنا حنتصل عليك؟ والله استاذ، هو يعتمد هذا على السيرة الذاتية، الليبنز لوف أو السيرة الذاتية مالتك، إنه أنت شنو كاتبها، شنو الإمكانية والخبرة عندك، لغة الحوار، طريقة المراسلة مالتك، لازم تكون عندك يعني طريقة بزنس بروفيشنال، خاطر أيضا من يستقبلوك الشركات لازم يعني على الأقل أن تجيد اللغة الإنجليزية أيضا. صراحة هو خبر مفرح، هو يعني شيء لا يصدق، يعني أول وتالي إحنا نريد يعني إنه نستثمر 20 أو 23 سنة اللي تعبنا بيها ودرسنا بيها في مجالات نطور من نفسنا. يعني إنه أنا ما أقول لك إنه عمل المخبز إنه هذا العمل يعني إنه أنا نمرت عليه أو ما عجبني، بالعكس هذا العمل هو هم يعني ساعدني في إنه قوتي اليومي أطلع من خلاله. طيب أكو صورة لك وأنت بالمخبز، يا ريت لو زميل المخرج يراوينا إياها نشوفها حتى الناس أيضا يتعرفون ويشوفون، خاف أحد يعني. صورة عبد الرحمن هو بالمخبز موجودة أعتقد، هذه نعم هاي الصورة نعم لك نعم وانت نعم بالمخبز ولابس الشماخ نعم براسك وقاعد ويا زملائك اللي بالمخبز، شو تقول لعبد نعم الرحمن اللي كان يشتغل بالمخبز الان وانت حاليا في النمسا؟ شو تقول له؟ والله اقول له يعني عاشت ايدك على المثابرة، عاشت ايدك على انه ما يأست من الطموح، من رغم انه تتلقى الإجابات السلبية من المجتمع، لأنه هذا صار واقع حال، يعني أنه من تتخرج ما راح تلقى تعيين، ترضى باللي هو موجود وخلص يعني، نعم وتحمد الله وتشكر على هذا الحال. بس أنه واحد لا ييأس، أنه ماكو شيء اسمه impossible بالحياة، أنت تعيش مرة واحدة، تقدم الشيء الأفضل لك، وأنه لا تخلي أنه العاتق السلبي يحبط معنوياتك، استمر بالدراسة، بالدورات اللي تتقدمها حولها إلى شهادة باللغة الإنجليزية،
وتقدر من خلالها عن طريق الدكتور جوجل، احنا صحوله هنا بدنا نمسى دكتور جوجل يعني احنا صحيح حجي جوجل. اي حجي جوجل هذا بكل شيء تريد يعني، اي دوره تريدها اي خبره موجود كل شيء بيه من خلاله. فايضا تلقى بيه الاعمال هم موجوده من خلاله، وتقدر تقدم وتعلن عن نفسك بمؤهلاتك وخبراتك. طيب يعني اليه السفر والذهاب الى النمسا كيف كانت؟ احكي لي عنها تفاصيل رحله الذهاب الى اوروبا. والله يعني الواحد انه هنا لازم انه يتشجع انه هاي الفرصه اتيحت له، خلاص انه اليوم يستعد يحضر نفسه. وصح انه الغربه صعبه وانه تبعيد عن اهلك، تختلف الثقافات العادات، بس انت يعني لازم انه تحقق حلمك وهدفك. يعني انا مو انه والله عملي بنهايه الدنيا وانا ما اروح له اريد، لا العمل ينبى بيتي. يعني هاي مو انه هي رساله انه خلاص لا الكل تطلع، لا بالعكس، دام متوفر لك عمل في بلدك وانت يعني راضي عن نفسك وتقدم الدراسه اللي درستها انت بعملك وتجتهد، هذا الشيء بالعكس انا افتخر به. طيب يعني عندنا طاقات شبابيه. طريقه الرحله كيف كانت عبد الرحمن؟ طريقه الرحله تواصلوا وياي يعني والتقينا والتليفون وعن طريق الايميل واختبارات، وكل شيء اسمه تيم فيور، يعني من خلال التيم فيور على النت يعني يختبرون يعني شنو الامكانيه اللي عندك. يعني سفر اعتيادي انت ذهبت، ما اضطريت تعبر البحر والغابات والرحله الطويله هذه اللي معظم الشباب من يروحون لاوروبا يسووها او يمرون بها.